بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي ودرس جديد من دروس دورة أدوبي أفتر إفكتس للمبتدئين. النهاردة هنتكلم عن 4 حاجات مهمة في الأفتر إفكت. أول حاجة اللي هي الكروما أو الخلفية الخضراء زي ما انتم شايفين قدامكم. هنتعلم إزاي نقدر نقصها وإزاي نقدر نتعامل معاها عموما. تاني حاجة هنتكلم عن خصائص الطبقات أو البليندنج مودز واللير ستايلز. تالت حاجة هنتكلم عن الأدجستمنت لايرز. رابع حاجة هنتكلم عن الترانزيشنز أو الانتقالات في الأفتر إفكت. درس دسم وكبير، خليكم معانا وتابعونا للنهاية. الدرس اللي فات اتكلمنا عن قص الخلفية. لو عندك شخص بيتحرك في الفيديو، ازاي تقدر تقص الخلفية من حواليه بأداة الروتو براش تول، وخصوصا لو الخلفية متعددة الألوان وصعب ان انت تزيلها بسهولة. لكن النهاردة هنتكلم عن الكروما. والكروما للناس اللي متعرفهاش هي أداة مستخدمة في الخدع السينمائية، بيستخدمها المخرجين والمصورين اللي بيركبوا فيديوهات على بعض بعد كده. وهي عبارة بتكون خلفية خضراء بتحطها ورا المشهد، بحيث ان برنامج الافتر افكت او اي برنامج لتعديل الفيديوهات بيقدر ان هو يتعرف عليها بسهولة ويقصها باحترافية جدا بدون ما انت تحتاج تستخدم ادوات زي الروتو براش تول او الحاجات دي. خلينا نشتغل فيها على طول. انا جايب لكم فيديو زي ما انتم شايفين النهاردة في اغلب او يعني اكتر من مشهد خلفيته باللون الاخضر. علشان تقدر ان انت تزيل الخلفية باللون الاخضر، بتروح تفتح قائمة Effects and Presets، هتلاقيها مفتوحة عندك هنا، وتيجي هنا تكتب في السيرش Keylight KeyLight، بتلاقي هنا Keylight 1.2، بتسحبه على الفيديو بتاعك اللي انت عايز تقص منه الخلفية. خلينا نجيب مشهد يكون فيه حركة شوية عشان نشوف الفرق. لاحظ معايا ان هنا في الخلفية مليانة نقط بسيطة مستحيل تتقص بالماسك تول او بالبين تول او بالروتو براش تول. الكيلايت بيقدر ان هو يقصها لك بسهولة، مجرد ان انت بس تجيب. خليني الاول احط خلفية وراها علشان تظهر بعد القص مباشرة. يعني مثلا هنا لو انا خفيت العين، عندي خلفية للفيديو اللي احنا اشتغلنا عليها المرة اللي فاتت. باجي هنا وارجع للإفكت كنترول، بجيب الدروب الاي دروبر او الكالر بيكر واسحب اللون الاخضر. مجرد ان انا اضغط عليه بس كده، لاحظ معايا على طول شال لي الخلفيه الخضراء بشكل احترافي وبشكل مش ظاهر خالص ان هي مقصوصه. خلينا نشغل تاني ونشوف. خلينا نشيل الصوت ونشغل. لاحظ معايا الخلفيه مقصوصه بشكل احترافي بمجرد ضغط زر. دي أداة الكي لايت اللي بتزيل الكروما أو الخلفية الخضراء من المشاهد. تقدر إن أنت تنزل تكتب بس في اليوتيوب جرين سكرين وتحط جنبها أي كلمة، فاير مثلا هديك هنا نار. تقدر إن أنت تحط تركب على المشاهد بتاعتك نار، تفرغها مثلا من اللون الأخضر وتركبها على أي فيديو أنت مصوره عادي. أو اكسبلوجن مثلا جرين سكرين هيديك انفجار مثلا، الناس اللي بتحب تركب فيديوهات وكده. تقدر برضو ان انت تركبها على اي فيديو انت مصوره بالموبايل، اي خلفية طائر مثلا بيطير، حمامة، مش عارف ايه، اي حاجة فيها جرين سكرين تقدر تلاقيها بسهولة على النت تقدر تركبها. طيب عندي الكي لايت بيشيل اي الوان تانية. عندي هنا منظر او مشهد باللون الازرق، هل يقدر ان هو يشيله؟ خلينا نحط تأثير جديد علشان برضو الفيديو بتاعي يحتفظ باللون الاخضر. كده انا حذفت من الفيديو ده اللون الاخضر كله، فعشان احط تأثير جديد للون جديد بحط الافكت من اول تاني. عندي 2 افكت، واحد باللون الاخضر واجرب التاني يكون باللون الازرق. هجرب، طلع فعلا بيشيل اللون الازرق، يبقى معنى كده ان انا اقدر اشيل اي لون. طيب هل ان هو يقدر يشيل اللون الاسود؟ عندي مشهد هنا باللون الاسود، هل ينفع يشيل الخلفية بتاعته؟ خلينا نجرب. باجي هنا على الاي دروبر واسحب اللون الاسود. برضو ما ينفعش ان انت تسحب اللون الاسود، تقدر ان انت تسحب اي لون ما عدا اللون الاسود. طيب ازاي اقدر اقص خلفية فيها اللون الاسود؟ خلينا اقص
الطبقة نفسها بحيث ان اللون الاسود يبقى في طبقة منفصلة علشان اشيل من عليه الافكتس بتاعته. طبعا ده المشهد اللي عندي دلوقتي اللي هو باللون الاسود او خلفيته اسود. خلينا نشيل الافكتس اللي انا كنت حاططها قبل كده لان هو يعتبر دلوقتي نسخة من الطبقة الاصلية بكل الافكتات بتاعتها. دلوقتي ما عنديش اي تأثيرات ولا اي افكتات، بتيجي ببساطة تفتح قائمة مودز، لو مش موجودة عندك بتضغط هنا على توجل بحيث ان هي تظهر لك المودز، وتيجي على الفيديو اللي خلفيته اسود وعايز تشيلها بتروح ببساطة تخلي النورمال دي اد. لاحظ خلاص الخلفية اتشالت. ليه؟ لان المودز الناس اللي حضرت معانا دورة الافتر افكت، دورة الاستريتور، دورة الفوتوشوب، عارفين ان مزج الالوان اللون الاسود بيعتبر شفاف، اللون الابيض بيعتبر اسود بعد ما تعمل مزج الالوان. فدلوقتي هو اعتبر لون الاسود شفاف، مجرد ان انا عملت اد ساب لي كل الالوان وشال اللون الاسود. طيب هل ده مثلا ينفعني في كل حاجة؟ يعني مثلا خلينا نرجع لأول طبقة واشيل الافكت بتاع اللون الاخضر. شايفين هنا اللون الاخضر صافي جدا ودرجته موحدة في كل الفيديو او في كل المقاطع، فعشان كده بتشال بسهولة. هل في الطبيعة لو انا جيت مثلا صور فيديو لنفسي وحطيت خلفية خضراء وجيت اشيله بالكيلايت الخلفية الخضراء دي هتتشال في ساعتها؟ لا طبعا هيبقى في صعوبة شوية لان الاضاءة بتختلف في الطبيعة وفي المناظر المتصورة بالكاميرا، لكن دي تعتبر ديجيتال. انا برضو جايب لكم مقطع النهاردة، خليني انزله. ده شخص حاطط ستاير خضراء زي ما انت شايفين وبيحاول ان هو يعمل مشهد هيركبه بعد كده على حمام سباحة تقريبا علشان يمشي على المية. طيب هل ينفع ان انا اقص الخلفية الخضراء بالشكل المبسط ده مجرد ان هو يحط ستارة كده؟ خلينا نجرب الكيلايت برضو، نسحبها على الفيديو ونشوف لو احنا سحبنا اللون الاخضر. لاحظ ان اللون الاخضر هنا اجزاء معينة، يعني الجزء ده مش اخضر، الجزء ده مش اخضر، الارضية الجزء ده. فانا دلوقتي هسحب مثلا اللون الاخضر واشوف. دلوقتي هو فعلا سحب اللون اللي انا حددته، لكن ده لانه من مستوى تاني برضو لسه فيه شفافية شوية، الارض والجدران لسه موجودة. طيب اعمل ايه في حاجة زي كده؟ خلينا برضو نركب لها خلفية زهرة بحيث ان انا اشوف ايه اللي اتقص وايه اللي ما اتقصش. لاحظ معايا لسه في حدود للستارة اللي هو حاططها، الستارة التانية يعتبر ما تقصتش قوي، الجدران لسه ما زالت موجودة. طيب اعمل ايه في الوقت ده علشان انظف الخلفية بتاعتي من الجرين؟ ببساطة انت بتروح اول حاجة على أداة الماسك تشيل الجدران. ازاي نشيل الجدران؟ بنحدد اي مكان ما فيهوش جدران بالشكل ده. لاحظ معايا كده انت عملت ماسك على الجزء الاخضر بس، تمام. يعني دلوقتي لو انا رجعت من البداية وحبيت ازاي؟ احرك، لاحظ دلوقتي الجدران مش موجودة الا بس المكان ده. ممكن انت تعدله، لو انت رحت على الطبقة هتلاقي الماسك موجود هنا تقدر انت تقف عليه، تجيب اداة التحريك بالشكل ده ونيجي نشغل هنلاقي بس باقي الجزء الاخضر. طيب ازاي اقدر ان انا اتخلص من الاماكن الشفافة بالشكل ده؟ برجع للإفكت كنترول. طبعا اول ما بضغط على الطبقة بتاعتي هنا بقدر ان انا الاقي الإفكت كنترول، لو انا على طبقة تانية مش هلاقيه. بتلاقي هنا مكتوب لك View Final Result، يعني اعرض لي النتيجة النهائية. طيب لو انا غيرتها هنا بلاقي هنا حاجة اسمها Screen Mat. احنا تعرفنا قبل كده على المات اللي هو الشفافية و الأماكن الشفافة والأماكن اللي مش شفافة. هو بيقول لي دلوقتي عرض لي الأماكن الشفافة والأماكن اللي مش شفافة. احنا عارفين الأسود بالنسبة للكمبيوتر فهو لون شفاف، الأبيض هو اللون مش شفاف. فمعنى كده إن أنا لو خليت الرمادي ده أسود بالكامل يبقى معنى كده إن هو هيبقى شفاف، ولو خليت الأبيض ده أبيض بالكامل يبقى هيبقى لون مش شفاف وهيبقى الشخص ظاهر ظهور كامل. هلاقي هنا كلمة سكرين مات، لو دخلت عليها بلاقي هنا البلاك او كمية اللون الاسود اللي في الكليب بتاعي هي دلوقتي صفر، اقدر ان انا ازودها شوية تمام لحد ما اللون يبدأ يكون اسود.
42 مثلا، خليها اكتر شوية كده، بتهيألي اللون كله اسود. الشخص نفسه مش ابيض بالكامل، هلاقي هنا برضو كليب وايت 100%، لا هقلله شوية بحيث ان هو يجيب لي الشخص. تمام، دلوقتي هرجع الفاينل ريزلت تاني واضغط واجرب واشوف هل الخلفية اتقصت فعلا كلها ولا لا. لاحظ معايا دلوقتي مفيش اي اثر للون الاخضر، ببساطة قدرت ان انا اتحكم فيه واحذفه من كامل الفيديو، علشان زودت اللون الاسود اللي هو الشفافية، وزودت اللون الابيض اللي هو الشخص نفسه، فببساطة اتقص معايا. تقدر بعد كده ان انت تتحكم في الفيديو بتاعك اللي انت مركبه، تخليه مثلا في اي مكان وتشغل. لاحظ ده بعد تركيب الفيديو. ده كان كل شيء عن الكروما. تقدر ان انت تركب خدع سينمائية على الفيديو بتاعك، او العكس، تعمل فيديو لنفسك فيه لون اخضر تحذفه وتحط في الخلفية خدع سينمائية. تاني حاجة عندنا النهاردة اللي هي خصائص الطبقات. خليني اجي هنا اعمل نيو سوليد، اختار اي لون مش مشكلة بس بحجم الكومبوزيشن، واجي على الفيديو بتاع اياد نصار او اي فيديو اخليه بالشكل ده. ممكن اصغره شوية كنترول مع الشيفت علشان تظبط التناسب بتاعه. انا هعمل كمان نسخة علشان نشرح عليها مزج الالوان. لو نفتكر في الفوتوشوب والإلستريتور كان في حاجة اسمها المود او البليندنج مود، دي كانت اللي هي طريقة مزج الالوان. ازاي بجيبها في الافتر افكت؟ ببساطة انت بتحدد لير تقف عليه وتضغط عليه كليك يمين، بتلاقي هنا بليندنج مود، وبتلاقي انظمة المزج اللي انت عايزها. يعني لو انا خليت الطبقتين فوق بعض بالشكل ده، خليني اكبر شوية، اقدر ان انا اضغط عليها كليك يمين اجيب بليندنج مودز من هنا، او ببساطة افتح المودز اللي احنا فتحناها من شوية من هنا، هي نفس الاختيار. تمام، طيب بلاقي فيها، بلاقي كل انظمة الالوان اللي هو الاد اللي انا عملته من شوية، لاحظ بقت شفافة شوية. هلاقي مثلا سكرين هنا بيبقى برضو شفاف، لو الخلفية سودة بيمحي لك الخلفية خالص. مثلا بتلاقي هنا اوفرلاي بالشكل ده، يعني تقدر ان انت ازاي؟ تجرب كل الالوان او كل طرق مزج الالوان، هتلاقي فيه نتائج كويسة ان شاء الله، برضو هنستخدمها بعد كده في حاجات كتير. تمام، تحت البليندنج مود خلينا نعمل كنترول زد ورجع الطبقة زي ما كانت، هتلاقي لاير ستايلز، ودي هنحتاجها اكتر. دي يعتبر الافكتس اللي على اللاير، الشادو مثلا لو انت عايز تحط ظل، ده خارجي وده داخلي، ظل خارجي ظل داخلي، ده هنا توهج خارجي توهج داخلي، دي طبقات حقيقية شوية بتديك تأثير زي المعدن كده او تجسيم، هنا لون اضافي، هنا جريديانت، وهكذا. تقدر مثلا تحط ستروك، يعني كل دي اختيارات تقدر ان انت تحط. يعني خلينا نجرب مثلا اختيار فيهم اللي هو دروب شادو. لاحظ الطبقة بتاعتي مثلا زي كده، مجرد ان انا اضغط دروب شادو ظهر لي تحت كلمة دروب شادو في قائمة لير ستايل، قبل ما اضغط عليها ما كانتش موجودة. خليني ابعد الفيديو التاني ده علشان الشادو بتاعي يظهر. لاحظ لو انا فتحت دروب شادو تقدر ان انت تتحكم في الشادو من هنا، مثلا ده ديستانس، المسافة ما بينه وما بين الطبقة نفسها، تقدر ان انت تبعده وتقربه، تقدر ان انت تتحكم في شفافيته، تخليه تقيل تخليه خفيف، تقدر مثلا تخليه بلور، تخلي حجمه كبير حجمه صغير، تقدر تخليه في نويز، تتحكم تحكم كامل زي ما انت عايز. مش بس كده، تقدر مثلا ان انت تضيف اي حاجة تانية، لو حتى حطيت هنا مثلا بيفل بتلاقي على طول ظهرت لك، وتقدر ان انت تتحكم في الخصائص بتاعتها زي ما انت عايز. هنا مثلا السايز، لاحظ في المكان ده بتتغير معايا الطبقة، ده النعومة. هنا مثلا لو انت عايز، لو في عندك اضاءة وعايز الاضاءة الخارجية هي اللي تتحكم في اللمعان، هنا الزاوية
وهكذا. مش هطول عليكم، تقدر ان انت تحط اي تأثير، مثلا ممكن تحط ستروك زي اللون الخارجي زي ما بنعمل مع الشيبس، برضو بيفتح لك ليه خصائص. هنا ستروك تقدر ان انت تزوده سايز او تقلله او تنعمل حواف وهكذا. تقدر ان انت تحط اي تأثيرات على الطبقة من كليك يمين لير ستايل. تمام، خلينا نحذف لير ستايل. ده كان خصائص الطبقات معانا النهاردة. عندنا بعد كده الادجستمنت لايرز، وهي الطبقات، تغيير الطبقات. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا من شوية لما كنا بنحتاج افكت من هنا كنا بنسحبه ونحطه على طبقة معينة. طيب لو انا عايز الافكت على كل الطبقات او على المشهد بتاعي عموما اعمل ايه؟ بيجي هنا دور الادجستمنت لاير. الادجستمنت لاير هي عبارة عن طبقة فاضية. يعني احنا درسنا قبل كده ان احنا لما كنا بنحتاج نضيف طبقة، نفترض مثلا هحط طبقة تكست، طبقة تكست تنزل لي فاضية، لازم احط بعد كده تكست. يعني انا ضفت الطبقة بضيف بعد كده تكست. لو مثلا حطيت طبقة شيب، طبقة الشيب بتنزل لي فاضية، بعد كده ارسم الشيب اللي انا عايزه جوه الطبقة وهكذا. برضو نفس الحكاية، الادجستمنت لاير هي طبقة فاضية بتنزل، انت بعد كده بتحط التأثير اللي انت عايزه. تختار نيو بعدين ادجستمنت لاير، او تضغط كنترول والت واي على طول بيظهر لك هنا ادجستمنت لاير. مش هتأثر على الفيديو طول ما انت مش حاطط فيها اي افكت. تمام، طيب اجيب لها افكتات منين؟ بتروح برضو على قائمة افكتس اند بريسيتس، وعندك مثلا ممكن من غير ما تكتب حاجة بتلاقي هنا تبويبات، ممكن تختار اي تبويب انت عايزه. في هنا الكالر كوركشن او تصحيح الالوان، لما بتفتحه بتلاقي مجموعة كبيرة من تغيير الإضاءة والألوان والنعومة وهكذا. تقدر تاخد اوتو كولر مثلا، مجرد ان انت تحطه على adjustment، ده وظيفته ان هو يصحح الالوان اوتوماتيك، وعلى طول بيظهر لك هنا البارامترات بتاعته او طرق تغيير زي ما انت عايز. تقدر ان انت تفتح تغمق زي ما انت عايز، تقدر ان انت تلغيه خالص لو انت شلت الاف اكس من هنا او شلت العين من قدام طبقة الادجستمنت لاير. تقدر ان انت تحط اي تأثير تاني، مثلا ادجست بلاك اند وايت، تقدر تحطه على الطبقة او انت محددها هنا تحطها على الفيديو على طول، بتدي لك التأثير على الفيديو كله. برايتنس مثلا ممكن تحطها، تزود منها الاضاءة، تقلل منها الاضاءة زي ما انت عايز وهكذا. لو انا نزلت الطبقة دي على طبقات تانية تحت، بتخلي الطبقة اللي فوق مش متأثرة والطبقات بس اللي تحت هي اللي متأثرة. لاحظ الطبقة اللي فوق اللي هي دي مش متأثرة بأي حاجة من الألوان اللي أنا حطيتها، وبقية الطبقات هي اللي بتتأثر مع الـ Adjustment Layer. دي طريقة شغل الـ Adjustment Layer، إن شاء الله هنحتاجها برضو في تأثيرات كتير، بتصحح لك الألوان، بتديك ألوان احترافية، بتفرق كتير قوي مع الشغل وبيبقى شكلها ممتاز. طيب عندنا آخر حاجة النهاردة اللي هي الـ Transition أو الانتقالات. إيه هي الترانزيشن؟ ترانزيشن هي انتقال بين مشهد والتاني. خليني أمسح كل ده وأجي نفترض مثلا هاخد مشهد الراجل ده، تمام، وهاخد مشهد إياد نصار، ودلوقتي بقى عندي مشهدين. نفترض مثلا إن الفيديو بتاعي ماشي بالطريقة دي، إن في مشهد خلص وبعد كده بيدخل على المشهد اللي بعده بالشكل ده. لاحظ الانتقال من مشهد لمشهد، قبل كده شرحناها، قلنا الانتقال اللي هو الحاد ده بيبقى مش مطلوب قوي، ممكن ان احنا نحط فيد، وفعلا حطينا في الدرس اللي فات فيد ان وفيد اوت فريمز. لما بتسحبها مثلا على المقطعين بالشكل ده بينعم لك الخروج والدخول. لاحظ معايا في نعومة كده في الانتقال ما بين المشاهد، دي وظيفة الفيد ان والفيد اوت، وتعتبر برضو من الترانزيشن، لكن بدائية جدا. احنا عايزين ترانزيشن يكون احترافي. انا بس عايز اوريكم الترانزيشنات، وبعد كده ان شاء الله بنخصص لها دروس في الدورة الاحترافية. كل حاجة متأجلة للدورة الاحترافية لان عندنا حاجات كتير قوي قوي عاوزين نشرحها، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونشرحها كلها.
هناخد مثال. مثلا عندي تقدر ان انت تحط نوعين من التأثيرات، نوع جاهز من تستغل مثلا تأثيرات الحركة، تأثيرات الديستورت زي ما درسنا في الاستريتور، وتقدر كمان تعمل ترانزيشنات على ايدك. خلينا الاول نشوف الترانزيشنز اللي موجودة جاهزة. هي مش ترانزيشنز، هي فلاتر او حركات او افكتات تديني تأثيرات انا بستغلها كترانزيشن او كتأثير انتقالي بين الفيديوهات. عندي مثلا تأثير اسمه اوبتيك كومبنزيشن، ده لو انا سحبته على الفيديو بيظهر لي الكنترولز بتاعته هنا. لاحظ لو انا زودت البارامتر بتاعه، لاحظ الفيديو نفسه بيلتف حوالين نفسه زي الكورة. لاحظ طبعا ده انا ممكن استغله ازاي كتأثير انتقالي ما بين مشهدين. باجي خلينا نكبر شوية على اخر فريمات بالشكل ده، واشغل الستوب ووتش اللي هنا واحط كده. هو خلاص عمل لي كي فريم، خلينا نضغط حرف اليو علشان يظهر لي الكي فريم، واجي على النهاية بتاعته اقلل او اخليه يعني اصغر الشكل نفسه بشكل كورة كده كأنه تأثير، وادخل الفيديو التاني من بدايته واشوف حصل لي ايه. لاحظ معايا تأثير، بقى تأثير انتقالي ما بين الفيديوهين، بدل ما تحط فيد ان وفيد اوت بقى شكل ظريف شوية. تمام، ممكن كمان ما تصغرش لحد النهاية، ممكن تخلي الكورة دي تقف لحد هنا مثلا، بعد كده تفتح بوزيشن وتخليها تتنطط او تتسحب اليمين او للشمال وتختفي، برضو بيبقى شكله لذيذ. او مثلا ممكن تعكس، نفترض خلينا نمسح الاتنين كي فريم دول. هنا في حاجة اسمها ريفيرز، يعني هرجع هنا للصفر تمام، واجي في نفس المكان، خلينا نبعد الفيديو ده واروح على التأثير بتاعي. لو عملت ريفيرز وزودت، لاحظ ان هو بيمط الفيديو لبره. لاحظ التأثير بيبقى شكله عامل ازاي. خلينا نعمل كنترول زد وبعدين احط هنا كي فريم، واجي في نهاية الفيديو اخليها اعلى حاجة، هي اعلى حاجة فيها تقريبا 180، لان 180 درجة، خليها قبل 180 شوية عشان تكون شكلها مموج بالطريقة دي. تمام، واجي على الفيديو الجديد نفس الحكاية، احط عليه نفس التأثير واخليه ريفيرز برضو، وابدأ من هنا كي فريم التاني، احط ستوب ووتش عشان يحط لي كي فريم، واضغط يو علشان اشوف مكانه، واجي على التأثير التاني اخليه هنا، خلي ده 180، الاولاني 180 او 160، والتاني يكون صفر. تمام، خلي الفيديو ده بعيد واشوف الشكل بتاعي هيكون عامل ازاي. شفت التأثير الانتقالي؟ يعني شكله ظريف شوية، مش زي الفيد ان والفيد اوت، بيبقى شكله لذيذ. وفي تأثيرات بقى كتير جدا، في اللي هو تأثير اسمه لوما كي، خلينا برضو نجربه على السريع. لوما كي ده بيعمل تلاشي كده للفيديوهات. خلينا نشيل التأثيرين ونشيل الإفكت نفسه من الإفكت كنترول ديليت، واسحب لوما كي على الفيديو الاولاني، واجي قبل الفيديو ما يخلص بكام فريم كده اشوف هو بيعمل ايه. لاحظ بيعمل لي تلاشي للفيديو، هي كده خلفية شفافة، يعني لو في فيديو ظاهر وراه بيكون ظاهر، يبقى معنى كده ان انا ممكن اخليه صفر زي ما كان الاول، وبعدين احط كي فريم هنا، واجي في نهاية الفيديو اخليه 255 اللي هو اقصى حاجة، واشوف التأثير هيبقى عامل ازاي. شفت في تأثير انتقالي شكله مختلف عن التأثيرات العادية. ده المقصود بالتأثير الانتقالي بين المشاهد، سواء فيديو او انيميشن او موشن جرافيك او انفوجرافيك. كل ده بيفرق في العمل بتاعك من حيث الجودة ومن حيث الاحترافية. طيب دي الترانزيشنز الجاهزة،
اللي هي نقدر ان احنا نجيبها على طول من الافكتس، ونقدر ان احنا نستغل الافكتس فيها. طيب ازاي اقدر اعمل ترانزيشنز على ايديا من غير ما احتاج اي ترانزيشن جاهز؟ ببساطة انت بتعتمد على الشيبس. يعني مثلا نفترض ان الفيديوهين بعد بعض بالطريقة دي، خليني طبعا اشيل الافكت بتاع اللومة. تمام، هاجي اعمل دايرة شيب عادي. طبعا كده انا محدد الشكل، هيديني ماسك، فانا علشان ما غلطش بحدد بره او اضغط F2 واجيب اداة الدايرة، وبعدين اعمل دايرة في النص بالشكل ده، اضغط كنترول وشيفت واروح على قائمة المحاذاة Align، وبعدين اخليها في النص بالشكل ده. انا بحب اللون الابيض بصراحة، خليها باللون الابيض. تمام، بقى عندي شيب، هضغط اس علشان يجيب لي السكيل، اخلي مقاسه 0 عشان يكون مختفي مش ظاهر. تمام، واحط هنا كي فريم، خليها قبل الشكل بشوية كي فريم، واجي ما بين الاتنين بالظبط. لو انا كبرت شوية هاجي على الكي فريم اللي في النص اللي بيظهر الفيديو التاني، هعمل تاني كي فريم بس يكون 100%. انا عايزه يغطي الفيديو بالكامل، خليه مثلا كده طلع 700%، مش مشكلة. تمام، كده بقى عندي دايرة بتكبر لحد المشهد التاني. انا عايزها تختفي دلوقتي بشكل كويس، ممكن اخدها هي هي كوبي، كنترول سي كنترول في. تمام، واضغط على حرف اليو علشان يظهر لي التأثيرات بتاعتها، واخد التأثير بتاعها يكون بعد التأثير الاولاني. طيب هي كده بتكبر برضو، يبقى انا كده عندي دايرتين، الدايرة الاولانية كده بتكبر بتكبر لحد ما غطت الفيديو الاولاني، النسخة بتاعتها التانية برضو بتكبر بتكبر لحد ما غطت نفس المساحة. طب لو انا عملت لها انفيرت زي ما درسنا في الدروس الاولى، لو عملت للطبقة اللي تحت دي انفيرت ميت، يعني يقول له اي طبقة تانية بتدخل عندي تعكس لي، بدل ما انا اظهر اختفي، يبقى اقول له الفا انفيرتد ميت، واجي اشغل هلاقي الدايره التانية وهي بتظهر بتغطي الدايره الاولانيه، بدل ما تغطيها بتكشفها. فاهم ازاي؟ فبقى عندي التاثير الانتقالي ببساطه. خلينا نعمل بريفيو بالشكل ده. تمام، تقدر بقى ان انت تسرعه وتبطئه لو انت بعت الكي فريمز بالطريقه دي مثلا، بس ما تجيش ناحية اللي في النص دول، لأنهم هما بيغطوا الفيديوهين الاتنين، يا إما هتلاقي فيديو سابق فيديو والترانزيشن بتاعك مش مظبوط. تمام، كده بقى بطيء شوية، ممكن نخليهم برضو نضغط F9 عشان تبقى ايزي ايز، ونشوف الحركة بتاعتنا عاملة ازاي. تمام، عايز تزود برضو حركات زيادة، انسخ الطبقتين مرة تانية، حدد بكنترول بعدين كنترول سي كنترول في. تمام، احدد مع الشيفت كل الطبقات، وبعدين اضغط يو علشان اشوف الكي فريمز. طبعا هو كده عكس لي، انا عايز الطبقة دي تكون تحت الطبقة دي. تمام، واخد الطبقتين دول اسحبهم بالشكل ده بحيث يبقوا بعدهم شوية، واخلي الطبقة اللي ظاهرة، طبعا دي معمول لها ميت مش ظاهرة، الطبقة اللي ظاهرة اخليها بلون تاني، نفترض انه اللون الاحمر، انا واني مش بحب الاحمر، بس تعال نشغل ونشوف. عايز تعمل تداخل ما بين الدايرتين مفيش مشكلة، نجيب التايم لاين وشغل. لاحظ معايا كده دايرة، وبعدين دايرة بتخفيها، ودايرة تاني بتظهر جواها، ودايرة تانية بتخفيها. تمام كده، ده انتقال برضو ما بين مشهد لمشهد يكون شكله لذيذ شوية. دي الانتقالات بشكل مبسط، وان شاء الله برضو هندخل فيها بشكل احترافي مع الدروس الاحترافية الجاية. ده كان درس النهاردة ببساطة، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه وكان فيه معلومات جديدة. ان شاء الله قربنا نخلص وداخلين على دروس الموشن جرافيك والانفوجرافيك. شكرا ليكم، وكان معاكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.